Donc, elle a, en même temps, le théorème d'accroissement fini, f continue sur l'intervalle fermé, f dérivable sur l'intervalle ouvert, sur le théorème d'accroissement fini, phi et c sur l'intervalle ouvert, avec f prime de c, sur f de x plus 1, moins f de x, sur x plus 1, moins x. OK? Là, طب لكينا هذا التيوريم شو هي الاف ريم دو سي؟ قلت لكم انا بحط من الاساس بما انه اف ديريفاب بكتب شو هي، شو لنا الاف ريم دو سي بما انه الفونكشن هي او 1 سور اكس ديريفي لنا هي او بريم 1 سور او 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 بريم شو ديريفي لنا ل 1 سور اكس سي موان 1 سور اكس 2 شرحتها قبل او او دونك هاي هي الديريفي. Donc f' de c, شو راح تصير؟ Je remplace x par c, يعني moins 1 sur c2, e de 1 sur c. وشو هي هال moins 1 هون؟ من جهة عنا f' de c، ومن جهة شو هي f' de c؟ x plus 1 moins x طارو، f de x plus 1، يعني c e 1 sur x plus 1، f de x c e 1 sur x، و sur 1، ok؟ sur 1، يعني ما في شي. صار عندي هيدا الإيجاليتي. أوكي؟ هلا بتحبوا من هون من شبليه بار موان، يعني هاي بتصير موان، هاي بتصير بلوس فيكن، وبعدين ما في مشكلة. أول إتاب تيوريم دكراسمون فيني، دوزيام إتاب أونان كادر F بريم دو سي، وين C؟ C B X X بلس 1، دونك C أنتر X X بلس 1، عندي أن سور C، قلنا الـ X بوزيتيف، دونك دايما أهم شيء إنه X بوزيتيف أو نيجاتيف، وأنا ما في أعرف، دونك X بوزيتيف. ساعتها لما بعمل انفيرس بدنا نغير السين 1 سور اكس بلس 1 سيكتومون انفيريور 1 سور سي سيكتومون انفيريور 1 سور اكس. هون بدي اعمل انكادرمون لهيدا، بدي اعمل من جهه 1 سور سي دو او 1 سور سي. كيف الكوسينوس؟ كان عندي ا سيكتومون انفيريور ا اكس سيكتومون انفيريور ا بي، الكوسينوس لانه ديكراسون انعكسوا، كوسينوس بي انفيريور ا كوسينوس اكس انفيريور ا كوسينوس ا. هون بدي الاو، الاو هي كراسانت او ديكراسانت، رح نرجع نشوفهم بالشابتر السويفون بالتفصيل. الاو هي كراسانت، دونك هون ما في مشكله، جابليك الاو ديريكتومون. او 1 سور اكس، او 1 سور سي، او 1 سور اكس 2. مش الحال للاو 1 سور سي، بعد عندي ال 1 سور سي 2. طيب وال 1 سور سي 2؟ لنرجع نطلع. ال 1 سور سي بين هيدول، سي 2 يعني حطي سي 2، سي 2 واوكاري، اوكي؟ بصيروا كلهم انكادري. دونك 1 سور C2. ساعتها جو ملتبلي من جهة عند ال 1 سور سي ومن جهة عند ال E دو 1 سور سي، رح أرجع أذكركم ال E دو 1 سور سي طلعت بين ال E 1 سور X بلس 1 حليناها قبل و E 1 سور X. جو ملتبلي لي دو، ما في مشكلة اثنيناتهم بوزيتيف، بصير عندي 1 سور 1 X2 مع E دو 1 سور X2 يحيي E سور 1 سور X، بيرجع 1 سور X2 فوا E دو 1 سور X ويحيي. أوكي؟ اخر شيء لنكتبها بس مكي هيك. اوكي دونك هلا بكون هاي شويه، هيدي بس كتبناها عملناها فراكسيون، وهون عملناها فراكسيون بقي رامبلاسيها. هي ما كانت اف بريم دو سي، هي موا الديريفي سي موا، رح ارجع افرجيكم شو كانت. موا 1 سور سي 2 او 2 1 سور سي سي او 2 1 سور اكس بلس 1. طب اذا انا بدي اعمل انكادرمون لهي رامبلاسيها، هي شو بتطلع لنا؟ جو ملتبلي بار موا، دونك هي بتصير موان وهي بتصير بلس، يعني او دو 1 سور اكس موان او دو 1 سور اكس بلس 1. بس حتى ما نرجع نعمل موان ونرجع رامبلاس نرجع نقلبهم، دونك دغري قلنا هي الموان وهي البلس، هن هيدا اللي بدهم اياه، بدهم ليميت لهيدي الكونتيتي. لنرجع للكور ليميت دو اكس كي تان فير بلس انفيني، دو هي الكونتيتي اللي طلعت معي فوا اكس 2. دونك هلا جو ملتبلي بار x2 je multiplie par x2 ici par x2 ici x2 x2 راحوا صار عندي e1 sur x هون في x2 sur x plus 1 au carré. هلا بدي هيدي الكونتيتي ليميت لسكو x تان فير لانفيني، وقتها تحطوا الليميت بتصير الانفيريور انفيريور ايجال. اوكي ليه؟ اذا قلتوا لي ليميت دو x كي تان فير 0 دو لانفيني مثلا دو 1 سور x، اوكي؟ رح تطلع ايجال ا 0، دونك اذا قلت x ستريكتومون سوبيريور او 1 سور x ستريكتومون انفيريور ا، نحسب 0. وقت الانفيني بدها تصير، اذا قلت بلس الانفيني يعني
strictement positif. إذا قلت plus infinity. إذا قلتولي أن sur x strictement positif بس على الانفيني راح تصير الليميت شو إيجال. دونك دائما على الليميت بحط إيجال لأن يمكن التان بير زيرو الليميت راح تطلع إيجال أ زيرو. بكون نفس الشيء. لما حط الليميت بتصير إيجال. أوكي؟ هات لنجيب الليميت. الليميت دو x كي تان بير plus infinity دو أن sur الانفيني. أن sur الانفيني راح تصير زيرو. حيالا رقم على puissance 0 سي 1 دونك من جهة هاي الكوانتيتي طلعت 1 هيت لنشوف هون من جهة هاي بعد نفس الشيء 1 ليه؟ هون E دو 1 sur x plus 1 1 sur l'infini سي 0 E دو 0 سي 1 هلا عندي x 2 sur x plus 1 au carré هيدا polynôme sur un polynôme شو الليميت على الانفيني plus grand degré sur le plus grand degré يعني x 2 sur x2 x2 sur x2 كمان 1 دونك هاي دي ليميت طلعت 1 وهي دي ليميت طلعت 1 دونك فينالمون هاي الليميت سباتات 1 اوكي هلا بعد في اكزرسيس عن التيوريم دا كروسمون فيني رح بلش بتكفوا واحدكم جربوا تعملوا ثاني وحده مثلا اتيليزي لي تيوريم دا كروسمون فيني بور كالكولي ان ماجوران دو ليرور لوسكون ابروكسيم راسين دو 10 على بيسانس 1 2 3 يعني 10000 1 approximé par 100. كيف انا كمان بدي اجرب اخذ شو الفونكسيون وشو الانترفال وارجع اعمل بما بانهم بدهم ابروكسيماسيون لهيدي الكوانتيتي اوكي بدهم بدهم السؤال ماجوران دو ليرور يعني لما اعمل راسين دو 10001 موان 100 طب الي انفيريور ايجال على شو بدي اعرف ماجوران لهيدي الايرور اوكي يعني الفونكسيون تبعها شو هي c'est racine de x. عندي racine de x. racine de هون 10001. وهي منا إلا racine de شو؟ de 10000. يعني de 10 à la puissance 4. عندي racine de 10001 moins racine de 10000 à la puissance 4. يعني الانترفال تبعي شو هو؟ 10 à la puissance 4. 10 à la puissance 4 plus 1. لحتى طبق برجع معين. طبق التيرم دا كروسمون فيني يعني بدي انترفال. الفونكسيون تبعي هي racine لأن عندي racine. الانترفال تبعي هو هيدا. تقدر اعمل راسين دو 10000 من جهه وراسين دو 10 على بيسانس 4 من جهه ثانيه شوف الفرق سي كوا دونك مثل قبل اف كونتينيو سور لانترفال فيرمي اف ديريفاب سور لانترفال اوفير شو بيعطيني التيوريم دا كروسمون فيني بقدر لي سي بينها اثنين تلك اف بريم دو سي سي اف دو 10001 موان اف دو 10000 سور 10001 موان 1 بس لشوف اذا الصفحه اللي بعدها اوضح دونك f prime de c c'est f de 10001 moins f de 10000 sur 1 يعني شو هي f prime de c الفونكسيون هي راسين دو x شو الديريفي تبع راسين دو x 1 sur 2 راسين دو x يعني f prime de c c'est quoi 1 sur 2 راسين دو c دونك 1 sur 2 راسين دو c c'est quoi f de 10001 يعني c'est راسين دو 10001 f de 10000 يعني راسين دو 10000 c'est 100 تيرم دا كروسمون فيني عملنا دوزيام ايتاب انكادرون او J'encadre C. Donc, la partie A, on va faire ça. Le B, on va vous dire. C, entre 10000 et 10001, bien maintenant, C, on a des racines de C. Donc, j'applique la racine. Mais si on a 100, ben, racine de 10000. Deux fois la racine, donc, ça a 200 من جهة, ou deux racines. L'inverse, 1 sur 2 racines. Donc, bien, il va. Ça va être là, ou ça va être là. Ça va être le F' de C. يلي منا إلا إيقال بعدها شوي مبينة فوق راسين دو 10001 موان 100 دونك منحط الراسين دو 10001 موان 100 ما بهمني على المتين أنا بدي ماجوران دو ليرور إذا هون كفايتها راح تكون أكبر من 1 سور دو راسين دو 10001 أنا بدي ماجوران دو ليرور يعني أنا تعملت الأبروكسيماسيون وتقلت هيدا الرقم هو تقريبا إيقال هالرقم قد ايه انا غلط يعني قد ايه الفرق بيناتهم فرق ديس على بيسانس يعني انا صح ان شيفر ابري لا فيرجول ا دو شيفر ابري لا فيرجول ولا كيف اوكي اذا بتعملوا على الكالكولاتريس نحن ممنوع نستعمل كالكولاتريس لانه بدهم ماجوران دو ليرور اذا بعمل على الكالكولاتريس وين الراسين مش عم شوف على الراسين انا ما عم شوف على الراسين ولا ما في راسين هذا عم يشوف الراسين في راسين إيغريك ما في راسين إيكس طيب
دو راسين دو سان، شكله حدا شافها. على اليمين وين على اليمين؟ أدروات تحت الأموة. هون هون. أوكي راسين دو دي ميل. راسين سي سان فرغول ليكو 0004، يعني إذا عملت موان سان طلع 0.004، يعني الابروكسيماسيون صح، الارار هي 0.005 اذا بدكم. دونك ماجوران دو الارار هون وين صار الماجوران دو الارار؟ اذا عملت هيدي الابروكسيماسيون ديفيرونس تبعهم ستريكتومون انفيريور ا 200، يعني الماجوران دو الارار سي 1 سور 200 اللي هي 5 فوا 10 على بيسانس موان 3، يعني 0 1 سور 200. هلا انتم ما معكم كالكولاتريس، جمالا منكم ممنوع تستعملوا كالكولاتريس، بس انه بس أنسر دستان هي 0.005، يعني الإرار بهالأبروكسيماسيون أصغر من 0.005. أوكي جربوا عملوا، رح خلصنا، جربوا عملوا هيدي، بس ساعدكم بالفونكسيون. أكيد هي كوسينوس إكس، جي أبروكسيمي كوسينوس 1 بار كوسينوس 1 دمي. كوسينوس 1 دمي هي كوسينوس دو أي أنج؟ كوسينوس 1 دمي أنا بالنص، هي 1 دمي. دونك هيدي بي سور 6، سي دو بي سور 6، سي كوسينوس 2 بي سور 6 او بي سور 3. يعني انا قلت لكم هالانترفال، انترفال سي 1 بي سور 3 الكوسينوس، هيدا هو الانترفال، سي اون فونكسيون، هيدا هو الانترفال، سي اون فونكسيون لكن كونتينيو سور 1 بي سور 3 ديريفابل سور 1 بي سور 3 اوفر. شو يعني؟ انتم رح تكفوا، رح اعطيكم الصوره وانتم بتكفوا. في سي ب 1 بي سور 3 avec f prime de c c'est quoi cosinus pi sur 3 moins cosinus 1 sur pi sur 3 moins 1. Je dérive ta cosinus x c'est moins sinus x, donc c'est moins sinus c cosinus de pi sur 3 il est 1/2 moins cosinus 1 sur pi sur 3 moins 1. يعني sinus c ça va être عامل moins ou on tire moins on tire plus صارت هيك. جربوا كفوا، ما راح نكفي انا. Je veux encadrer هيدا الرقم لشوف ماجوران دو ليرور. دونك بلش ب سي هو هون، اسكو سينوس كراسانت او دي كراسانت؟ فكروا فيها، جربوا كفوا هيدا الاكسرسيس. اوكي رح اعطيكم صوره لهون وانتم بتكفوا لنكفي مارتي. اوكي اكيد ما رح تقدروا تسالوني اسئله عن بارسيال لمارتي، دي كيسيون على البارسيال لانه هلا عندكم بعد شوي كور. اوكي دونك بون ويك اند، واذا في كيسيونات سالوني. جربوا بس كفوا على هاي، جربوا كفوا انتم وحدكم. Fichier des questions. Oh, merci.